حمود يسألني يقول لي ما ايش رايك في مريم الخرافي، وهل انت تشوفينها فخر حق الكويت؟ طبعا فخر حق الكويت. مريم انسانة خلوقة ومحترمة وقاعد تجتهد في مجالها، وشغلها وايد مؤثر عند الناس، الله يوفقها. يعني انا اشوف انها مثال الفتاة او المرأة الكويتية اللي عندها هدف وغاية وقاعد تشتغل عليها.